قبليها كان قناه سي بي سي وقبليها كان قناه النهار. كل هذه الحركات وسائل الاعلام رجال الاعمال كل دول بيجوا علشان يسندوا وينجحوا مؤتمرات مصر الاستراتيجيه. سياده المعاقص بشكر حضرتك ايضا لانك سبب اخر من اسباب نجاح مؤتمرات مصر تستطيع. بشكر المسنده وبشكر الدعم وبشكر كلمه دعم لان حضرتك بتقول حتى لما بيبقى في مشكله ونقدر ان احنا نتغلب عليها سوا. زي ما في ايد بتبني في ايضا ايد بتحارب الارهاب بتفسح لنا الطريق عشان الايد اللي بتبني يبقى بتبني في امان. دي مشاركتي مع حضرتك الحضور أسرة الشهيد العقيد الصادع مرماني السيدة شريف الدولة. من فضل حضراتكم تحية خاصة لأطفالنا من الجانب الدولي.